مرحبا عزيزي برج الأسد. عزيزي برج الأسد، الطاقة العامة لك، أنت ستلتقي بالشريك في وقت أنت تكون فيه وصلت إلى مرحلة النضوج. هاي طاقتك أنت، ملكة السيوف. أنت أوريدي راح تكون وصلت إلى مرحلة عارف فيها حالك، واثق من نفسك، مريت بالكثير من الأمور، عندك الكثير من المعرفة والتجارب. خلاص يعني تحس انك تستطيع ان تدخل اي مجال وتعطي اي نصيحة. برج الاسد جدا واثق من نفسه بطبيعته، ولكن انت ايضا مريت بتجارب سابقة خلتك اقوى. لما توصل مرحلة هاي الثبات الداخلي، واحتمال انت وصلت لها الان، هو راح يكون الوقت المناسب لالتقاء الشريك، لأن الشريك أشوفه راح يوازيك في الطاقة والقوة. هو ملك السيوف، أنت ملكة السيوف. طبعا الجنس هنا لا يهم، يعني احتمال يكون العكس، أنت تظل ملكة السيوف، ولكن القراءة احتمال تكون اللي يشاهدها رجل أو اللي تشاهدها مرأة. فجنس جنس الكرد لا يهم، هاي اللي أحب أذكرك فيه. لكن انت اللي قاعدة اشوفه، انت لديك كذا عرض للارتباط، يعني هذا مو اول شخص يطرق الباب او يأتي الى محيط حياتك ويعرض عليك الحب، الزواج، الارتباط، الشراكة، مو اول شخص. ولكن مع انك برج ناري، دايما تتوجه في علاقتك في اختيارك للشريك، لان مريت احتمال كان عندك تجارب سابقة اعتمدت فيها على طاقة الشغف والحب، الطاقة النارية، لقيت انها مو افضل طاقة تعتمد عليها لاختيار الشريك، فتحولت الى طاقة الابراج الهوائية، طاقة العقل، الحدس، التحليل، المنطق. هذا الشخص اوكي سيأتي الى حياتي، شنو راح يقدم لي، شنو يستطيع انه يضيف لي، شنو عنده انا ما املكه، بحيث انه راح مع بعض فعلا نبني حياة، بدل ما ياخذ مني واخذ منه على الفاضي، مع بعض شلون راح نبني حياة. قعدت تستخدم عقلك كأنك ماخذ عرض هذا الشخص او الشريك، حاطه تحت المجهر في الكرة الزجاجية، وقاعد تحلل جميع تفاصيل وضعك المستقبلي معاه. صراحة طاقة جدا ذكية. ملكة السيوف هي اذكى الملكات، وملك السيوف هو ايضا اذكى الملوك من ناحية الذكاء وليس المشاعر، الذكاء يتميزون فيه. فأنت قاعد تستخدم مثل ما قلت لك طاقة العقل، إنسان جدا متعقل في اختيار الشريك. وإذا كنت غير متعقل، فالنصيحة لك إن في اختيار الشريك اعتمد على هاي الطاقة. طاقة الأبراج الهوائية ليست حصراً عليهم، مو شرط إنك تكون دلو أو ميزان أو جوزاء عشان تستطيع إنك تعرف خفايا الأمور. أرى إنك أيضا راح تكون في الوقت اللي تلتقي فيه بالشريك أسست لنفسك، عندك حياة جدا جميلة، مثل ما خبرتهم قبل، Nine of Earth، تسع الخماسيات، Nine of Pentacles، تسع الخماسيات، نفس الكرت، هي طاقة الإنسان الأعزب، محاط بالكثير من الخماسيات، عند الرخاء، عند السعادة، عند الصداقات، لديه كل ما يحلم فيه، وسعيد أيضا، مو فقط الاستقرار المادي، عندك أيضا السعادة. Page of Water، أنت تعرف بأن هاي المرحلة لا تستطيع أن تستمر للأبد لوحدك، مستمتع بالسعادة فيها لوحدك، يوم الأيام راح تختار شريك تشارك معه هاي الحياة، ولكن في الوقت الحالي راح تكون مستمتع. أول خطوة لديك بعد تحقيق هاي النجاحات المادية أو على صعيد الأسرة، المحيط، whatever بالنسبة لك النجاح، راح تكون ناجح، وهو الوقت الذي راح يدخل في حياتك هذا الشخص، لأن وقتها راح تكون مستعد، مو بالكامل راح أقول لك ليش، ولكن راح تكون مستعد. التاريو يخبرني أن هاي طاقة الشريك، هو يوازيك مثل ما قلت لك، هو أيضا شخص
مر بالكثير، ملك السيوف مر بالكثير، عانى الكثير وتحمل أيضا الكثير عشان يحقق شيء لنفسه، لأن هذا الشخص بما أن أنتم نفس الطاقة احتمال أنه من نفس المنطقة، نفس المحافظة، نفس الدولة، نفس المذهب، نفس المدينة، ولكن خرج إلى مدينة أخرى أو دولة أخرى للبحث عن فرصة عمل أفضل. عشان أحس أن هذا الشخص كان يبي يكون نفسه بسرعة وأقوى في فترة زمنية قصيرة، عشان كذي اضطر أنه يمشي يترك المنطقة، ومن ثم هو في مرحلة رجوع، احتمال أنه راجع يزور أهله إذا كانوا في نفس المنطقة، راجع أيضا يزور الأصدقاء، الأصحاب، الأقارب، وهو راح يكون الوقت اللي ينتبه إليك أو يراك فيه صدفة. طبعا احتمال أنك تعرفه من الماضي، يعني بينكم معرفة بسيطة أو علاقة في الماضي، أو تسمع عنه أن فلان مثلا ابن الجيران، ابن فلانة، ابن خالته فلانة، هو الذي كان في دولة ثانية، في مدينة ثانية، كان جدا مركز على عمله، على البزنس، على جمع الأموال، لأن بالنسبة له الاستقرار المادي هو كل شيء. شوف الطاقة اللي وراءها طاقة البالانس، كان يحاول كل تركيزه مصبوب أنه يحاول يغير وضع السابق. احتمال أنه في السابق لم يكن يملك الكثير من الفرص والأموال في مدينتكم السابقة أو في الدولة السابقة، وعرف أن في مستقبل ينتظر مشرق في الجانب الآخر. أرى أنه شخص ناضج، يعني ليس صغير في السن، إنسان لبسه دائما رسمي ومرتب، احتمال أنه يدخن بشكل معقول ولكن ليس مدخن كثير، يعني يدخن بشكل معقول. كل شيء عند هاي الشخص موزون، كل شيء بحسابه، متزن في كل شيء. يعني حتى إذا كان في طبع لا يعجبك مثل التدخين، هاي الإنسان متزن، يستطيع أن يسيطر على محيطه، عنده هاي القدرة، ولكن يحب أن تكون ملابسه دائما رسمية، ودائما يحب أن يعرض على الناس أنه يذكر الناس أنه فلان فلان، الشخص الذي مثلا عنده المنصب الفلاني أو الشغال في الشركة الفلانية، يمتلك المحلات الفلانية، يحب أن يستعرض نجاحاته. وله الحق لأنه أيضا مر بالكثير. شنو راح يصير في المستقبل؟ أرى أن هذا الشخص راح يلتقي فيك، راح يكون دايركت معاك، يعني إذا أنت تنتظر عرض رومانسي، عرض أفلاطوني، دراما، هاي الشخص لن يكون لديه دراما، هاي الشخص راح يكون دايركت، لأنه هو ملك السيوف، راح يكون دايركت وراح يعرض عليك الارتباط والزواج وأن أنتوا تبنون حياة مع بعض. احتمال أنه بشكل جدا سريع يفاجئك. ليش أقول لك يفاجئك؟ لأن أشوف ردة فعلك في الفترة القادمة راح تكون كأنك تتعذر، يعني أنت فعلا احتمال أنه فتحت هاي القراءة تنتظر الشريك، ولكن سبحان الله عندما يأتيك الشريك راح يكون عندك شيء من الخوف اللي تقول أحتاج شوية وقت أفكر، أحتاج شوية وقت أحلل، أقيم، أخذ وقتي، أحتاج شوية وقت أخلص عندي كذا شغلة. أرى أن أيضا لديك أمور احتمال تنتظر أنك تخلص جامعة، تنهي مشروع معين، في شيء أنت الحين ما ختمته عندك تنتظر أنك تختمه عشان تقرر تعطيهم الموافقة على عرض هذا الشخص. ولكن خوفك يدفعك للاتجاه المعاكس من الحبيب. ترى هذا الكرت رايح هاي الجهة وهاي الكرت متجه هاي الجهة، هذا هو مستقبلك هنا، وهاي اللي يبين لي ان عندك مخاوف. انت تملك فعلا كل ما تحتاجه من اجل
أن تبني حياة جديدة مع هذا الشخص، وهذا الشخص يستطيع أن يحقق لك كل أمنياتك. يعني معاه في حياتكم راح تتحقق أمنياتك الشخصية. ولكن ألاحظ أنه في البداية راح يصير عندك شوي ها متى الحين، عطوني شوية وقت. للأسف الشخص هذا لا يملك الوقت، راح أقول لك ليش. اللي قاعدة أشوفه أنه راجع في زيارة سريعة، الوقت فيها محدود، يزور المنطقة أو الحي اللي هو منه مسقط رأسه، لقاك أنت بالصدفة، قرر أنه يرتبط فيك لأنه خلاص شاف فيك الشريك. هذا الشخص نظرته ثاقبة، رآك وقرر، والآن يريد أن يجعل الموضوع رسميا سريع في الخطبة، في الزواج، في الارتباط، في إنهاء عقد القران، عشان يأخذك معاه للحياة الجديدة. أنت راح يكون عندك شوي تخوف. ليش عندك تخوف؟ عندك أنت تعرف راح توصل لمرحلة أنت تعرف أن حان الوقت لبداية جديدة مع هذا الشخص فعلا، ولكن كأن عندك شيء في الماضي، علاقة من الماضي، شيء مشاعر دفينة أو مشاريع أنت ابتديتها، إن كان دراسة، إن كان بزنس، إن كان أنت متعلم تعتني بالأسرة بنفسك. يعني فشلون راح تترك الأسرة وتتجه إلى منطقة جديدة، دولة جديدة؟ راح يكون عندك نوع من التعلق أو استكنس في الماضي، ولكن أنت عارف في نفس الوقت أنت عارف أن هذا هو النداء، هذا النداء ندائك أنت وموجه لك عزيزي برج الأسد، وحان الوقت أن تبتدي الحياة الجديدة مع هذا الشخص. شوف لديك الكثير من طاقة السيوف، سيوف سيوف، هو ملك السيوف وأنت ملكة السيوف، طاقة سيوف. فلا تخاف، لأن كل شيء أصلا سوف يحدث طبقا للمنطق والعقل. كل شيء في حياتكم متزن، أنت متزن وهو متزن. فما هي دواعي الخوف؟ وين خايف عدم الاتزان يأتي؟ من وين راح يأتي؟ لأن أنت متزن وهو متزن، فليش التخوف الزائد؟ أو معتبر أن مثلا بعض الأشياء إذا كانت جدا ممتازة فهي too good to be true، لا يمكن أن تصدق يعني. ولكن فعلا حال الوقت أن أنت تقفز، تأخذ leap of faith، تعطي الموافقة. إذا دخل هاي الشخص حياتك راح يكون فعلا هو الوقت المناسب اللي تبتعد فيه عن الماضي، لأن وقتك في هاي الحياة حياة العزوبية، الحياة اللي تعودت عليها صار لك فترة وتعبت انك تبنيها بروحك، وصلت الى وقت النهاية. حان الوقت ان انت تبتدي حياتك مع هاي الشخص جديدة. راح اقول لك شلون جديدة. انت عندك ذا فول، كارت زيرو، معناته احرص، وهاي نصيحة جدا مهمة لك برج الاسد، جدا مهمة، اهم ما في هاي القراءة. عندما تعطي الموافقة لهذا الشخص كن عادلا، انت عادل، ولكن فعلا كن عادلا على جميع المستويات. لا تأخذ معك اي شيء من الماضي، ان كان مشاعر، ان كان امل في شخص ثاني، اي شيء من الماضي تعلقك يجب ان ينتهي، يصل الى رقم الصفر، وهو رقم خلاص تبتدي بعده حياة جديدة بدون تعلقك بالماضي. مو معناته أن تنسى أهلك وحياتك وتدفن نفسك، لا أبدا، معناته سبحان الله لو كان في تعلق زائد بالأصدقاء، تعلق زائد بشخص معين من الماضي، فهم قصدي، شخص أنت كنت مفكر أنه راح تتزوجه كذا كذا كذا، هاي الأمور لازم تنهيها، حان الوقت لإنهائها. متى راح تعرف أن حان الوقت؟ لما يأتيك هذا العرض، هذا العرض كبير لا يمكن أن تنكره. خلنا نشوف طاقة الشريك أكثر. عنده ملك السيوف، عنده تمبرنس، الشفاء أو المعالجة، ما أعرف والله الترجمة بالعربي، تمبرنس بالإنجليزي، three of earth، ثلاث الخماسيات، نايت اوف ايرث، فارس الخماسيات.
اللي أشوفه هني أن هذا الشخص فعلا راح يأخذ وقته في البداية أنه يعرف وضعك، يعرفك، ولكن هو أيضا يعرف أن أنت متعلق في حياتك اللي أنت موجود فيها حاليا، فراح يحاول في البداية أنه بهدوء وبدبلوماسية، لأن ملك السيوف دبلوماسي، ترى هو الدبلوماسي المحنك، راح يحاول بهدوء أنه يسحبك من الحياة اللي أنت فيها، ويكون التغيير، عشان يكون التغيير بالنسبة لك سلس سموث، ما تحس أنه قوي وتغيير مفاجئ ومندفع. فهو حرام من جانبه، هو حرام صراحة، لأشوف أنه راح يحاول أنه قدر الإمكان يكون يراعي مشاعرك في هاي التغيير، لأن تغيير كبير أن أنت تترك حياة أو منطقة معينة أو دولة معينة وتذهب معه، تترك كل شيء خلفك. مثل ما قلت لك، هني توصل لمرحلة الصفر، من بعد 9 الخماسيات لازم تكون صفر عشان تعيش أو تبني مع هاي الشخص حياة. هاي الشخص نيته جدا طيبة، مثل ما قلت لك الارتباط، وليس الارتباط فقط في زواج يعني، لا فعلا راح يكون معاك شريك من النوع اللي راح يأخذ رأيك في كل شيء، راح تكون فعلا شريك في حياته. مخاوفك أنت مثل ما قلت لك راح يحاول يعالجها، ولكن أيضا أشوف أنها بعد هاي المرحلة راح تظل شوية تحاول تأخر الموضوع، تدرس الموضوع أكثر. عزيزي برج الأسد، من حقك، ولكن راح تحاول أنه راح أنت تقف في وجه سعادة نفسك، يعني أنت راح تكون العائق أمام سعادتك الشخصية. فهذا الملك ذكي، راح يشوف أنه حان الوقت، هذا الشخص ذكي راح يشوف أنه حان الوقت أنه يكون معك صريح زيادة، مرحلة الدبلوماسية، ويكون مراعي لمشاعرك راح تنتهي، راح يأتي معك وطاقة سيف قوية ويقول لك 1 2 3 احنا لازم نرتبط، 1 2 3 انا عطيتك وقت كفاية، تواصلت معك كفاية، بينت لك كفاية، وفعلا اريد ان ابتدي معك بداية، ابني معك حياة، انا وضحت لك نيتي وحاربت من اجلك وسويت كل الذي يجب علي كشريك ان اعمله من اجل الارتباط يتم. فما ستكون أنت ردة فعلك برج الأسد وقتها عندما يستعمل معاك هاي الطاقة الواضحة الصريحة الدايركت؟ أنت راح تشوفه وقتها، راح تحس أنه فعلا يشابهك، راح تشوف، لأنه فعلا طاقة السيوف، طاقة الملك الحازم الدايركت، اللي أنت تقدر هاي الطاقة لأن أصلا هاي الطاقة طاقتك. فوقتها احتمال أشوف أنه من جانبك راح يكون في موافقة على الزواج، راح يكون في احتفال جدا جميل، خطبة أو زواج، الأهل، الأحباب، الأقرباء، كلهم محيطين فيكم. مثل ما قلت، مرحلة أو الحفلة راح تكون وتأتيك بعد التواصل الحازم من هذا الشريك، راح يقول لك خلاص حان وقت الارتباط. احتمال أنك تقول له في مرحلة ما، أنا غير جاهز الحين، أرجع إلى عملك أو إلى بزنسك، راح أفكر في الموضوع، راح احتمال يجيك من اتصال، راح يرجع مرة ثانية إلى البلد ويقول لك أنا عطيتك وقت كفاية، عطيتك وقت كفاية، حان الوقت أن أنت تتخذ قرار. وقتها راح تحس نفسك مستعد، ما أشوف أنك أبدا راح تسمح لأحد أنه يخليك تسرع في اتخاذ القرار، لا راح تكون ثابت، فراح تاخذ وقتك. ولكن بعد الحفلة، لديكم مرحلة اسمها بعد الحفلة او بعد الزواج، انت هني راح تاخذ مثل ما قلت لك، عشان تبتدي معاها هاي الحياة راح تبتدي من الصفر. فاول شيء راح تلاقيه عندما تذهب معاها الى البيت الجديد، المنطقة الجديدة، البيئة الجديدة، راح تحس بصدمة كبيرة. ليش؟ لأن اللي أنت متعود عليه محيطك، راحتك، حياتك، أسرتك، الأشخاص المحيطين فيك،
الأصدقاء، الناس اللي تحبهم، المحلات اللي في البلد أنت متعود عليها، أنت عميل دائم، أنت عميل مميز، ما عاد في كل هاي الأمور. راح تبتدي من الصفر في كل شيء في المكان الجديد، فهاي شوي راح يكون بالنسبة لك صدمة. راح تقول أنا جيت هني على مكان ما حد يعرفني فيه، ما حد يعرفني، يعني أنا مجرد زوجة هذا الشخص، ولكن لحد الآن ما أملك ولا شيء، لازم أبني كل شيء من البداية. راح تحس شوي إنه ثقيل عليك إنه تبتدي كل شيء فعلا من البداية، ولكن هذا الشخص راح يتحول لك، لأنه راح يعرف أنك بحاجة، يعني مثل اللي عندك حنين إلى الوطن أو إلى منطقتك القديمة، حياتك القديمة. هذا الشخص وقتها سبحان الله راح يغير طاقته من ملك السيوف، ملك دايركت وقوي وحازم وكذا وكذا، راح يكون جدا حنين معاك. راح تشوف أنه في داخل المنزل في الحياة الجديدة وراء هذه الواجهة هو جدا ملك الأكواب، يعني جدا حنون، جدا محب، جدا كيوت إنسان. بالنسبة لأنت فكرت قبل ما أخذ عنه فكرة إن همه، كل همه هو نجاحه في العمل، ولكن راح تكتشف إنه بالنسبة للنجاح لازم يكون على جميع المستويات، يعني حتى لازم يكون ناجح معاك أنت عشان يعتبر نفسه أصلا ناجح في الحياة. فهمت قصدي؟ بالنسبة له مهم جدا إنه ينجح هذا الزواج، إنه يدفع هاي الزواج للأمام. وعندك آخر شيء الكرت الختامي الشمس. الشمس ترمز إلى ماذا؟ ملك الأكواب والشمس. ملك الأكواب هو ملك جدا متزن في مشاعره، فأرى أن هذا الشخص معاه الشمس بالعادة تعني السعادة، ولكن في هاي الموقف بالذات اللي راح يسهيك أو يخليك تنشغل عن الواقع الجديد أو مشاعر الخوف عندك من البداية الجديدة، إنه راح يكون لك ابن، راح تتفاجئ بهالشيء. أيضا راح يكون جدا سريع، ولكن بسرعة يا أنت أو الشريك راح يكون في حمل، وراح يكون في طفل أو جنين، وأتوقع إنه ابن لأن عندك دسان، أتوقع إنه طفل ليست أنثى. هو اللي فعلا راح يساعدك، يعني كل شيء في توقيته صحيح، هو اللي راح يشغلك عن ضغوط الحياة الجديدة أو أنك خايف مثلا من الحياة الجديدة، بالإضافة إلى أن عندك شريك رائع، شريك رائع وبداية جديدة مع طفل، يعني هي النهاية السعيدة بالنسبة لي أو النهاية المثالية. عزيزي برج الأسد، قراءة جدا جميلة. راح أسحب لك آخر كرت تبع النصيحة، نصيحة لبرج الأسد بخصوص الشريك القادم. Love makes the difference. بالضبط. Love helps heal past hurts and provides a sense of security and self-worth. مثل ما قلت لك عزيزي برج الأسد، إذا كنت متخوف، إذا كنت غير واثق من قرارك مع هذا الشخص أو ارتباطك بهذا الشخص، احتمال أنك الشخص اللي ما توقعته، لأنك ما كنت متوقع الارتباط من هذا الشخص في هذا الوقت، ولكن أعرف أنه راح تكون سعيد معه بسبب الحب. بغض النظر عن طاقتك وطاقته، هناك حب، والحب هذا اللي راح يحول ملك صارم أو إنسان جدا عملي في حياته ودايركت إلى ملك الأكواب، راح يتحول معك أيضا بسبب حبه إليك. فلا تخاف، الرسالة لك لا تخاف، لديك كل ما تحتاجه، الشريك المناسب وأيضا الحب. شكرا عزيزي.